السلام عليكم، مرحبا بكم في وصفة اليوم مع قناة جاتو دارنا. اليوم غادي نشوفو ان كيك غولي بسيط بواحد المكونات اللي عندنا في المطبخ ديالنا كاملين. اول حاجة عندنا 4 ديال البيضات بحرارة المطبخ او لا اللي ما يكونوش في الثلاجة. عندنا 120 غرام ديال السكر، ما يعادل كاس مع مرش ديال العنبة. عندنا 120 غرام ديال الدقيق او لا الطحين، ما يعادل كاس ديال العنبة. واحد ساشي ديال الفاني، وواحد راس ديال المعلقه ديال لا لوفير شيميك اولا خميره الحلويات. اول حاجه غادي ندير هو انني غادي نخدم البيض ديالي مع السكر، نطلعهم يعني حتى غيبيض ليا الخليط. انا هنايا استعملت يعني العجانه، ممكن تستعملوا الباتور الكتريك. بالنسبه يعني للضراب ديال اليد فهو كيبغي بزاف ديال الوقت، ممكن تخدموها بالضراب ديال اليد، انما يعني غتاخذوا الوقت. دابا غادي نخدم البيض ديالي مع السكر حتى يطلع مزيان ويولي اللون ديالو بيض. خليكم معايا غادي تشوفوا القوام ديال هاد الخليط كيف غادي يكون. من بعد ما طلعت البيض ديالي مع السكر فهو كيولي كيف ما كتشوفوا بهذا الشكل هذا، يعني كنطلعو مزيان حتى كيولي اللون ديالو بيض. دابا شنو غادي ندير؟ دابا غادي نزيد الدقيق ديالي شويه بشويه. الدقيق من طبيعة الحال فهو مغربل، كنبدا نطلع من تحت للفوق، كندخل داك الطحين ديالي في لاجينواز اولا في داك البيض، كنبدا نطلع من تحت للفوق لان الا ما درناش سباتولا حتى لتحت فغادي يبقى لينا داك الطحين في القاع ديال المول ديالنا اولا لو ريسيبيون اللي تنخدمو فيه، وما غاديش لا جينواز ديالنا ناجحه. نزيد راس ديال المعلقه ديال خميره الحلويات ونطلع. يعني في صنص واحد، في اتجاه واحد، باش البيض ديالنا ما يخسرش. دائما دابا هذه هي اللقطه ديالي اللي غتدخل الفران. كيف ما كتشوفوا انا لبستها بالبابي كويسون، غنوضع فوق منها هذا الخليط ديالي اولا لا جينواز ديالي. دائما كنعليو يدينا باش ديك لا جينواز ديالنا كتجينا خفيفه. بالنسبه للطياب ديالها فهي ما كتحتاجش بزاف ديال الوقت لان فيها البيض، يعني فهي تاخذ معنا واحد 10 ديال الدقائق في الطهي ديالها. كنسرح على الحد ديال المول ديالي او الطاو ديالي كيف ما كتشوفوا، يعني كنساويها في الاطراف وفي الوسط باش ما تجينيش جهه رقيقه وجهه غليظه. من بعد ما سخن ليا الفران فانا غادي ندخل لاجينواز طيب. غادي نطيبها 12 دقيقه حتى 14 دقيقه ماكسيموم، يعني ما كنفوتش 14 دقيقه كما كتعرفوا فيها يعني البيض ما فيهاش دقيق بزاف، فدغيا غادي تطيب. كنوضعها في الوسط ديال الفران ماشي لتحت وانما في الوسط، ونرجعوا نشوفوا الشكل النهائي بعد ما غطيب. من بعد ما خرجت لاجينواز ديالي من الفران فهي كتجينا على هذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا،
الطياب ديالها كيجي مذهب. دابا شنو غادي ندير؟ دابا انا غادي نقلبها فوق واحد لو بابي اليمونتير او لا بابي كويسون. كنلبس بحال هكا وكنقلبها وهي سخونه، لان حنا غادي نوليوها حتى هي سخونه باش كتقبض لينا ديك لا فورم ديال لو رولي. يعني بكل سهوله كنزول هاد بابي كويسون كيف ما كتشوفوا معايا بهاد الطريقه هادي. ودابا غادي نروليها. يعني انا كنروليها وهي سخونه باش من بعد منين تبرد كتشد لا فورم وما كتهرش معنا. كيف ما كتشوفوا فهي كتجي ناجحه، يعني ما كتشقق ما كتهرش. من بعد ما روليتها في البابي كويسون غادي ناخذ واحد المنديل اللي هو ناشف وغادي نعاود نروليها هاد المنديل هذا ونخليها تبرد. كنخليها واحد جوج حتى لثلاثه السوايع الا كنا مزروبين بها، فحنا كنوضعوها يعني في الثلاجه مده ديال واحد الساعه ومن بعد كندوزو للتزيين. بالنسبه للتزيين فانا اختاريت شانتيي اون بودغ، اختاريت هذه لانها كتجي خفيفه كونتريرمون لا كريم فريش او لا كريم او بور فهما كيجيو ثقالين. انا غادي ندير لا كريم شانتيي هذه، يعني لا مواتي غادي نديرها في القلب ديال لا جينواز و لوطخ مواتي او النص الاخر فاحنا غادي يعني نديرو معاه الكاكاو، غنديرو معاه الكاكاو وغادي ديك الساعات نديرو. دابا من بعد ما برد ليا الغولي ديالي كنجيبو باش غادي نسقيه بهاد لو سيغو اللي صاوبنا. انا صاوبتو بالكابوتشينو والسكر والماء، وانتوما ممكن تستعملو اي سيرو بغيتو. كنزول لو غولي ديالي من بابي كويسون فوالا، نزول حتى هاد لا سيرفيت فوالا كيف ما كتشوفوا معايا، فهو كيبقى يعني كيبقى على لا ميم فورم. كنسقيه بهاد الطريقة هادي كنسقيه كامل من بعد ما تسقى ليا كامل. فانا كنجيب لا كريم ديالي وغادي نعمرو من الداخل بلا كريم شانتيي اللي طلعت ودرتها في الثلاجه فوالا. لا شانتيي مع لا روم كابوتشينو، يا سلام. اللي ما بغاش يدير شانتيي فهو ممكن يدير يعني شي حاجه اخرى.
فوالا دابا من بعد ما درت لا شونتيير انا بغيت نزيد لي بيبيت دو شوكولا شوكولات مقطع اولا لي بيبيت دو شوكولا اولا لوز كونكافي اي حاجه نتوما بغيتو فوالا فوالا دابا غادي نرولي هاد الكيك ديالي بهاد الطريقة كتجي الطريقة ساهلة لأنو حنا ديجا عندنا لافورم ديال لو رولي اللي درنا فاش كان سخون فوالا دابا غادي نزلو فواحد الطبسين ديال التقديم باش غادي نكملو التزيين ديالو وخليكم معايا دابا من بعد ما نزلت العولة ديالي في الطبق ديال التقديم عندي هاد لاشونتيي هادي يعني انا قسمتها على جوج هاد لابارتي اللي بقات ليا انا غادي نزيد ليها معلقة اولا جوج معالق يعني معلقة عامرة اولا جوج معالق ديال الكاكاو فوالا وغادي نخلط داك الكاكاو مع لا شونتيي ديالي باش يولي عندي كومين موس او شوكولا من بعد ما خلطت الكاكاو مع لو ريست ديال لا شونتيي اولا لا شونتيي اللي بقات عندي فانا كنحصل على هاد الشكل هذا اولا على هاد لا كريم هادي اللي فيها لا روم شوكولا دابا غادي ندوزو للمرحله النهائيه اللي هي مرحله التزيين كنغطي داك لو غولي ديالي كامل يعني حتى من جناب بهذه الطريقه هذه كيجي بنين وخفيف لان ما فيش بزاف ديال لا كريم دونك سي اون موس سي اون شانتيي باردون اي فوالا غادي نستمر انا حتى نغطي الغولي ديالي كامل ونتلاقاو باش نشوفو باش غادي نزينوه من الفوق دابا غادي ناخذ واحد لافورشيت وغادي ندير خطوط فوق هاد لي رولي فوالا بحال غنديرو اون سورت دو بوش اي ابري دونك هاديك شويه ديال لاموس اللي بقات عندي انا درتها في اون بوش اي غادي ندير دي بتيت فلور بهاد الطريقة فوالا ماتنا عندي هنايا شوكولا غولي اللي غادي نديرهم من الفوق بهاد الطريقة اخر حاجه سي هاد لو شوكولا اللي خدمتو في ان موتيف دو سيليكون ممكن نديرو ان اوتر موتيف اي فوالا هذا هو لو كيك ديالنا اولا لو كيك غولي بسيط حتى تزيين بسيط يعني فاسيل نتمنى يكون عجبكم اي ا تري بيانتو
Au revoir. Bisous.